واحد بيعرضها يروح حاطط له تهم عشان يخوف الشعب منه وعشان يخوف حتى العائله وحتى المنطقه اللي حواليه من الخطر. وده اللي حاولوه معانا وودعوا كذبا ان احنا بنقول انفصال وان احنا بنقول عنصريه. في جزء مننا كمبيين في وقت سابق بالموضوع ده كان بيخاف من الزواج بغير مبيين. السبب بتاعه ان احنا قعدنا فتره كبيره جدا كان الضغط علينا جامد واحساسنا بتزويد كان موجود وكانت خطه حكوميه بالفعل. فبالتالي فاحنا عملنا زي ارتداد لان خايفين. فالخوف ده كان بيخلينا عشان كان في تريقه كان في عنصريه زي ما الاستاذ وتريقه في المسرحيات وفي الافلام وفي الشارع. فاصبح الناس انا خايف متجوز من غيري عشان في الاخر هيتريق عليا. انا خايف ندي بنتي لغيري عشان في الاخر هقول لها بلاقي يا رسول قال لي كذا كذا. وتاكلت موضوع تاني كبير وفي شواهد انا بجمعها دلوقتي من غير المبين اللي كتبوها على اللي كان بيحصل. فكان خوفنا ده بيخلينا نحترس من الزواج المختلط. دلوقتي واحده واحده مع دخولنا ومع التقدم اللي بيحصل فينا كنوعيات معينه اللي زي ما الاستاذ مش عايزين يعترفوا بيها عمالين يجيبوا الحاجات القديمه، ان دلوقتي بدا الموضوع ده يخف حتى بين القرى وبعض القرى النوبيه وبعض. اي ثقافه ايا كانت لو اتخندقت لوحدها تموت. حتى مصر اجمالا، لو مصر اجمالا عملت كردون حوالين نفسها ولا مش هتختلط مثلا بالسودان ولا بالجزيره العربيه ولا بالجزائر ولا بده ولا بده ولا بده، معناها ان احنا هنتحنط حروب كوميه. احنا كنوبيين لو قلنا ان احنا نقعد في المنطقه بتاعتنا لوحدنا بس يبقى معناها ان احنا اي حضاره لو ما اتطورتش مع الوقت ومع المعطيات الجديده تموت. لازم تختلط بالارض بشرط تحافظ على خصوصيتها وتاخد بدرجات معينه بحيث ان الثقافه تبقى موجوده ويحصل تطور حسب العالم او الدوله. يعني مثلا احنا بنقول عايزين العرب اولويه العرب زي ما حصل مع جرين كارد السويس. رجعوا هم الاول واي واحد من الاتصال عايز يعمل مشروع عايز ياخد شقه عايز يبني بيت مش حد هيقول لا. بس اما العوده كانت عوده لبتوع خصوصا البلاد. احنا بنقول اولويه العوده بعد كده اهالي اسوان يجوا معانا بعد كده يحصل ده بتراتبيه معينه وبنسب معينه يبقى مصر كسبت وحافظت على الثقافه الموبيه وفي نفس الوقت قوت من الامن القومي المصري. فحتى لو واحد موبي عايزين نقعد لوحدينا يبقى انا عايز اروح. حاليا بحس كده ان الخط بيزيد والتفرد العربي بيزيد وفي نفس الوقت واحده واحده بطريقه النادي الوجودي وعمالين وعايزين نعمل افلام يا ريت ان الناس يساعدونا في الحاله دي ان يكون في مسلسلات وفي بحيث ان عموم مصر يعرفوا يعني ايه النجوم. ما يبصناش على ان واحده اسمر هي الافراح بتاعتكم حلوه الجلابيه بتاعتكم بيضه نظيفه انتوا ناس طيبه. الكلام ده كلام فارغ. احنا مش متحف، احنا مش متحف مش تحف، احنا بشر لازم تحسوا بينا كبشر ونحس بكم كبشر كمصريين. وقبل ما تكونوا مصريين يا اخوانا احنا بني ادمين كلنا مخلوقين وكلنا بشر. كنت نسمع شوية عشان نوقف عشان ندي فرصة للصور والكلام وشكرا. شكرا جزيلا للدكتور الكبير حداد أبول. سريعا بس استعرض أهم النقاط اللي قال الحاكم عليها. تم تسويق الصفحات الفرعية أو زي ما بيقولوا التقنيات اللي كانت منتشرة في الصفحات. الحاجة ما كانش توجه الحكومة المصرية وقتها بس. لكن الحكومة المصرية عملت تدريب تصحيح أحمد صبحي اللي هو الاشتراكية للناس واحترام المجتمعات التي تحمل ثقافات مختلفة وما حقهم في الوجود دون تزويد. دون تزويد. لكن الحكومة المصرية اكتفت بالمعاهدة الأولى اللي
المجتمع الدولي كله لغاها وما تطورتش مع تطور المجتمع الدولي. النقطة الهامة جدا اللي بيتكلم عليها أستاذ حداد كمان نقطة إن إحنا بنفقد دورنا في أفريقيا أو تقريبا فقدناه تماما. فقدناه تماما. والحقيقة مش دورنا إن إحنا نتكلم عن الأمن القومي وإن إحنا نفكر النظام في مصر والحكومة المصرية بأهمية أفريقيا بالنسبة لنا. إذا حدثت مشكلات في جانبنا الشرقي أو في جانبنا الغربي ليس لنا أي منفذ غير أفريقيا. والحكومات المصرية بعد عبد الناصر لا تهتم مطلقا بأفريقيا، ولا يوجد أي رابط ممكن يربط مصر وأفريقيا إلا النوبة. النوبة مش حاجة تانية. النقطة مهمة تانية قالها أستاذ حجاج هو التفاعل بين الثقافات، وزي إن أي ثقافة أو حضارة لو ثابتة ثقافة ثابتة هي محكومة عليها بالموت، ويمكن ده اللي أدى إن الثقافة النوبية تعيش على مدار أكثر من 5000 سنة. الباحثين علم الاجتماع كتبوا كتير جدا في الظاهرة الفريدة لاحتفاظ النوبيين بثقافتهم ولغتهم لحد دلوقتي، برغم إن مر عليهم ممالك كتير، مر عليهم حروب كتير، ومر عليهم زي ما قال أستاذ حجاج الشراكسة والأتراك والعرب وغيرهم، مع ذلك ظلوا محتفظين بلغتهم وظلوا محتفظين بثقافتهم بعاداتهم وتقاليدهم. الحقيقة كانت البيئة مواصل من البيئة الاقتصادية والجغرافية، لأنهم كانوا بيعيشوا على وادي النيل على النيل، دي اللي كانت أدت إن هم يحتفظوا بثقافتهم على مدار أكثر من 5000 سنة. لكن من حوالي 100 سنة مع الخزان ابتدى التهديد الحقيقي للثقافة النوبية لما النوبيين خرجوا من أراضيهم الأصلية. هنا ابتدت الخطورة على الثقافة النوبية. وده يقول قد إيه مهم إن النوبيين يعاد توطينهم مرة أخرى، وإن لهم الأولوية في إنهم يوطنوا على البحيرة، على ضفاف البحيرة، وهي أقرب نقطة لأراضيهم الأصلية. عايز أقول يا جماعة الكرة النوبية هي الآن تحت المياه، تحت البحيرة. لكن احنا بنقول احنا عايزين نروح لاقرب نقطه لاراضينا الاصليه، وده حاجه متفق عليها عالميا. مش هطول عليكم، ننتقل دلوقتي للمهندس طارق. السلام عليكم في الاول انا طبعا الاستاذ حجاج كلامه متالم من اتهامات الحكومه، لان اتضح ان اي حد بيطلب حقه بيتهموه يا اما متاجر يا اما مزيد. انا كنت زي متالم يعني للاتهامات دي، بس في الفتره الاخيره لما لقيت الدكتور محمد البلدعي راجل عالمي واخد نوبل بيتهم اتهامات اقصى من كده، فقلت الحمد لله يعني انا كده كويس. يعني ان هو يتهم وانا اتهم ده بالنسبه لي حاجه كويسه. فواضح ان اللي بيطلب اي طلب مش عاجبهم بيتهموه بالاتهام اللي يعجبهم. احنا عايزين ندي فكره سريعه عن النوبه قبل الهجره وكانت طبيعه الانشطه ايه. النوبه كانت بتمتد على امتداد 300 كيلو من اسوان لغايه الحدود مع حلفة على الضفتين، مجتمع امن ومسالم، وكانت الطبيعه فيه سخيه جدا لدرجه ان كان في مظاهر يعني حاجات غريبه الواحد كان بيشوفها او بيسمع عنها. ما كانش فيه خوف من غد بكره، ما كانش فيه نظره اقتصاديه ان احوش وخايف من بكره، ما كانش موجوده. لما اسمع ان كانوا بيصيدوا السمك بطرحه الستات، لان السمك موجود وانا ما عنديش وسيله تخزين وموجود بكره، ايه المشكله؟ انا باخد على قدي. لما اسمع ان في اي شارع تلاقي نوعيه الاكل متوحد، لان كان ما كانش في اسواق، كان في واحد زارع طماطم واحد زارع بتنجان، فده بيبدل مع ده وده بيبدل مع ده، فتبص تلاقي الشارع كله بياكل نفس الاكل. فالمجتمع كان مسالم وجميل. حصل الهجره بعد 64 خصوصا اللي هي كانت الهجره الكبيره، زي ما قالت الاستاذه منال ان كان في كذا هجره، كانت 1902 اللي هو في بونا خزان اسوان، التعليه الاولى 1912، التعليق الثانية 1933، الهجرة الكبيرة كانت 1964. الأستاذ حجاج اتكلم على مشروع الأستاذ ثروت عكاشة لإنقاذ آثار النوبة.
للاسف ان كان انقاذ اسرى النوبه كان اتخططوا بسنين،